ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنحكي قصة جميلة قوي مع بعض. دي صورة رز، ودي صورة ولد عيان في السرير، ودي صورة جدة، ودي صورة خضروات جميلة، ودي صورة طبيب، ودي صورة ولد قرأ. أصحاب ازاي هنعرف نعمل قصة؟ كان في ولد اسمه خالد، كان ما بياكلش غير الرز. جدته قالت له لازم تاكل كل انواع الاكل، بس هو ما سمعش الكلام. في يوم من الايام في يوم من الأيام بقى تعبان ونام في السرير، وجه الدكتور عشان يكشف عليه. قال له لازم تاكل كل أنواع الخضروات. كده يا أصحابي احنا اتعلمنا ناكل كل أنواع الأكل.